في يوم ثلاثة، يوم الجمعة بالتحديد. أنا دائما يوم الجمعة عندي إجازة، أحب أروق وريح وكذا. يوم الجمعة ما أسوي ولا شيء، ما أسجل ولا أسوي ولا حاجة، بس فقط ممكن أقصى شيء أسوي إني أتمرن. قمت سويت كارديو، رحت النادي تمرنت، الأمور طبيعية جدا. جت صلاة الجمعة، صلينا الجمعة، رجعت البيت، لبست كذا بعد صلاة الجمعة، لبست لبس كذا ورتبت الليلة وكل شيء كان تمام، وقلت اليوم أنا بروح أنبسط، أبروح سينما، أبعيش حياتي. المهم أنا ما أبغى أسوي ولا أي شيء مهم، أبغى أسوي أي شيء غير مهم. نزلت المواقف، أنا دائما أوقف سيارتي كذا على طرف الشارع، بس ذاك اليوم ما شفت طرفها، قلت لا يمكن أنا قدمتها شوي. مشيت شويتين وصلت عند موقف السيارة، السيارة ما في، ما هي موجودة. السيسي بلاي مسوين سحوبات على آيفون وبلاي ستيشن، والمطلوب منك شيء بسيط جدا جدا جدا. بحط لكم رابط بوست موجود في حساب أو تطبيق السيسي بلاي. إذا ما عندك حساب في السيسي بلاي سوي لك حساب، إذا ما حملت التطبيق حمل التطبيق وشارك في البوست اللي حاط لك رابطه أول شيء. حلو، شارك فيه، يقول أي حاجة، أنت كده دخلت السحب وممكن تفوز يا بآيفون يا بلاي ستيشن 5. في أسهل من كذا؟ أنا بالعادة أكون دايخ ومفهي كل شيء، إلا ذاك اليوم أنا كنت مركز. يوم وقفت السيارة مركز، ويوم اني صحيت كنت مركز، بس قلت من باب خليني ادور في المواقف. نزلت المواقف تحت دورتها ما لقيتها. ايش الموضوع؟ وش السالفة؟ معقولة؟ تذكرت انه انا نسيت مفتاح السيارة، السبير جوا السيارة. المفترض اني اقفل السيارة يدوي، انا ما قفلت يدوي، على بالي اني قفلت وضغطت زر، وهذا اللي صار يا اخوان. أرجوكم يعني لا الموضوع يصير يعني حكم وجج وانتقاد، خلاص الموضوع صار وانتهى. كان عندي عادة قديمة كنت أخلي مفتاح سبير جوا السيارة، فلما نزلت من السيارة قفلت بالريموت، بس هو إذا في مفتاح جوا السيارة ما تتقفل السيارة، فخطأي أنه أنا تركت المفتاح داخل السيارة. فالحرامي جاء فك الباب وركب وتوكل على الله. جلست من ساعتين تقريبا إلى ثلاث ساعات بس أحاول أستوعب الموضوع. كلمت كل أخوياي، قلت لهم يا أخوان أنا سيارتي انسرقت. ما حتصدق يا أخوان، سيارتي واقفة في نفس مكان السيارة هذه الحمراء. الحرامي اللي سرقها يكون عنده أمرين سواها، يا يعني أنه أخذ السيارة وسيد سيدة، أو أنه أخذ السيارة وراح بهذا الشارع من هنا. هل في كاميرات يا أحمد في المحل؟ خلونا نشوف في كاميرات ولا ما في. يبدو أنه هنا ما في كاميرات في هذه المنطقة، يبدو لي أنه ما في كاميرات. راح نكتشف الآن إن كان الكاميرات تبين هذه الزاوية. دقيت على 911 اللي هو 911 وقلت لهم السلام عليكم، سيارتي انسرقت. قالوا لي وين انسرقت وين بالضبط، أعطيتهم جميع التفاصيل. قالوا لي لازم تروح تبلغ مركز الشرطة أو أنك تبلغ عن طريق أبشر. ولكن حتى لو ما في كاميرات، شوف يا حرام، أنت أمام أربع أمور. الأمر الأول أنا حقفطك إن شاء الله بإذن الله، حقفطك، حجيبك، إيش ما كنت حجيبك يا حرامي، هذا واحد. اثنين، حتى وإن ما قفطتك وأخذت السيارة وبعتها ما حصير غني، أنت لن تغتني، وإن صرت غني فلوسك حرام وحتجيب عيال حرام، وعيال الحرام يخلفون عيال حرام وهكذا، هي دائرة، حتى كون لنا بعد 100 سنة أو 1000 سنة قبيلة من عيال الحرام من صلبك. رقم ثلاثة، الدعاوي، أنت ما سرقت سيارة إنسان طبيعي، أنت سرقت يوتيوبر، أبى أطلع محتوى على ظهر أمك. خلي الموضوع الأم، آسفين ما أقصد، إن شاء الله أمه طيبة وبنت حلال وأبوه رجال أجودي، أنا بدعي عليك وبخلي المتابعين يدعون عليك، وبإذن الله واحدة من دعوات الناس هذه حتصيب بإذن الله، لأنه أنت أخذت حق لي، يعني ودعوتي بنسبة كبيرة مستجابة. هذا إن كنت تخاف الله، وإذا ما تخاف الله وإذا ملحد فهذه تذكرة مجانية لجهنم يا رجل، وأتمنى إنك تكون ملحد، حكون سعيد جدا، لأني أعرف إنك شخص بائس في الدنيا وشخص بائس في الآخرة. أنا فايز ترى، لعله ربي صرف عني شر، يمكن أنا كنت بطلع بالسيارة ويصير لي حادث لا سمح الله ويكون عندي عاهة مستدامة، أو ربي ممكن بيعوضني شيء في المستقبل، فأنا فايز عليك، أنا كذا ولا كذا فايز، أنت خسران، تسرق سيارة يا مجرم، سيارة. فعلاً فتحت موقع أبشر عن طريق الجوال، ولكن برضو أنا في نفس الوقت كنت قبل ما أبلغ قلت يمكن في أحد سوى مقلب، يعني حاط بنسبة تقريباً 20%، 80% انسرقت 20% تكون مقلب. جالس أفكر إيش أسوي، ما لي غير إيش أروح مركز الشرطة. طلبت أوبر ورحت مركز الشرطة اللي كان قريب مني، قالوا لي لا ترى المنطقة حقت ما هي تبع مركز الشرطة هذا، روح مركز الشرطة الفلاني. وطقيت مشوار إلى هناك يا أخوان وبلغت السلطات عن انه سيارتي مسروقه. حققت مع ركان وريان، قد يكون مقلب، فقلت لابد اني اسوي كل شيء ممكن اقدر عليه. يا الله يرحم امك، اذا اخذتوا السياره والله اني مسامحكم. ايش بالله انتم يا اخي، يعني هل تتوقع على الظروف اللي صارت لك والحوسه والخرابيط وقسم شرطة وسناب شات وترند، الموضوع صار عين ترند.
كل هذا على ساكتين؟ مستحيل يا ابو شمس. والله اني مسامح، اقسم بالله العظيم مسامحكم، والله ما بجيكم. الله نهائيا اقسم بالله ما بروح، واللي رفع السماء بلا عمد اني لا ما اجيكم. اخر كلام مرة ابو شوق. لا ترفع ضغطك ينفجر علينا يا محمود. اصبر اصبر اصبر، يعني وعد كلمة رجال ما يجينا شيء ابد. اقسم بالله العظيم ما يجيكم شيء، اسالك بالله خلتها تكفى انك مزبنها وراهم. يعني للاسف يعني. ايش؟ ايش جسمه متحرك لا ارادي يهدي شوي. اقول للاسف انه مو بحنا. حتى كنت شاك ابو نوح، مع انه ابو نوح ما يسويها. طيب يا جماعه، احمد شوق كل يوم يتصل علي عشان يشوف بوضع سيارته هل انا ماخذها ولا لا. شكيت في ابراهيم، قلت ابراهيم يمكن سواه، يمكن بيعلمني درس. يا ليت علمني هو الدرس. ولا لازم بس تعرف يا حرامي انه في كاميرا هنا وفي كاميرا هنا وفي كاميرا هناك. حلو، فممكن واحده من الكاميرات صادتك، ان شاء الله جايبينك جايبينك. واذا ما صادتك ذي الكاميرات ممكن الكاميرات اللي في الشارع اللي هناك تصيدك، واذا ما صادتك ذيك الكاميرات ممكن الكاميرات اللي هنا او اللي هنا في اي مكان. وما جبناك فانت خسران يعني، بس بنجيبك باذن الله اذا وفقت يعني وانفرت مع الحرامي. ما اعتقد انه حكون قادر اني اسيطر على اعصابي. اللي حسويه اني احط رجلي في حلقه وامشي كذا، افك حلقه واحط رجلي جوا، يصير هو ماشي كذا ودعس ودعس. بس الله لا يقول، ان شاء الله الحرامي اني ما انفرد فيك يعني. شوف حرامي موجود حنجيبه. في كاميرا هنا، في كاميرا هنا على المدخل، وفي كاميرا هذه الكاميرا الثالثه. يوم ثلاثة الكاميرا ذي بس شغالة، ذي طافية وذي طافية. بعد ما بلغ سلطات إنه سيارتي مسروقة، غردت في تويتر كتبت السلام عليكم سيارتي انسرقت. ما حد صدق. واحد يقول مقلب يوتيوب، اللي يقول ركان ريان، اللي يقول عقاب، ما حد صدق يا اخوان، ما حد صدق، ما حد صدق. وفعلا حتى اليوتيوبرز نفسهم اللي احنا في نفس المجال وفاهمين بعض قالوا مقلب، او قالوا ممكن بتسوي مقطع. زي ما قلت لكم باقي يا اخوان في بالي 20% انه ممكن السيارة ما انسرقت، فكان لازم اشيك على الكاميرات اللي عندنا في العمارة. ايوه سيارتي، سيارتي يا جماعة، شوفها شوفها دقيقة، شوف سيارتي طرفها، والله هي والله هي والله هي. طيب ايوه هذا انا. طيب انا الحين لبكت، اتذكر يا جماعة اني لبكت هنا، شوفها انا، هذا انا، هذا انا، شايفين؟ شوف جاي جاي جاي، هذا انا. شوف 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 مسكين ما يدري انه سيارته بتنسرق، السبك. الساعة 4 السيارة موجودة يا اخوان. إذا رحت كذا معناه إنه الرجال راح كذا خلاص، يصير إحنا متأكدين إنه ما رجع في الطريق. الصبح أمام الناس حلو، كويس إنه الحرامي سرقها في الصباح. أيوة اشتغلت، اشتغل لمبات تحت السيارة، شوفه بيرجع لأوس. الساعة 6:39 اشتغلت السيارة، رجع لأوس. هذا مو أنا. فنزلت أشيك على الكاميرات، وتبين من خلال رؤيتنا عن طريق الكاميرات لف. ايوه ايوه شوفوا راح سيدا، وراه واحد، وراه راعي شو اسمه هذا، راعي شو اسمه ذا مرسيدس، راح سيدا. ايوه بيلف ويرجع. اوه ماي جاد، انه فعلا السياره سرقت الساعه 6:41 صباحا 3 نوفمبر يوم الجمعه. رجع ريوس، راجع راجع راجع، وقف، اكيد مو واضح شيء، انا ماني شايف، انتم ما حتشوفون، بس يبدو لي انه ما هو كبير يعني، واضح انه من حجمه ومن شكله كذا كانه واحد صغير يعني، شايفين؟ هذا اكثر شيء اقدر اتعرف عليه على السارق او المجرم. هذا اللي وراه خويه، تقول ليش دخله؟ هو اللي جابه ونزله، لأنهم ما مروا من هذا الشارع خلال الوقت كامل، جايين من الشارع اللي وراء، كأنهم عارفين ذيك الزاوية ما كان في كاميرات. وأثبت لكم يعني الحرامي جاء معه إنها مظللة كتم، واللي مظلل كتم دائما وضعه مشبوه. كمل راح سيدا، ألو كمل، أوكي ركب المطب عادي، لف يمين، شايفين الآن السيارة البيضة اللي هو المرسيدس، لف يمين وراه. إذا سرقت السيارة في الساعة 6:39. بعد ما شيكت على الكاميرات حقت اللي عندنا في العمارة، رحت أشيك على الكاميرات اللي جنبنا، جيراننا وما جيراننا. كثير منهم رفض إنه يتعاون معي، وفي بعضهم قالوا لازم تجيب خطاب من الشرطة، وهذا الطبيعي، طبيعي إنهم يطلبوا خطاب من الشرطة. أبغى أدق على شركة مازدا بسألهم هل عندهم GPS يحدد مكان السيارة؟ ما يردوا. بعدها بيوم نزلت تغريدة، اي نعم سيارتي انسرقت، وغردت واكدت للناس انه السياره سرقت، وقلت يا جماعه اللي يشوفها يكلمني.
آه والله العظيم ما راح تصدقون اللي صار. طبعا في ناس كثير بعد التغريدة جاي يستهبلون، أحمد شفت السيارة في قطر، أحمد شفت سيارة في البحرين، أحمد شفت السيارة في مكة. طبعا السيارة انسرقت في الرياض يمكن 3-4 أيام، ويرسل لي واحد في الخاص قال لي السلام عليكم أحمد هذه ما هي كأنها سيارتك، ويرسل لي فيديو. طبعا هذا بعد مرور أسبوع من سرقة السيارة، السبت اللي بعده يعني بعد مرور أسبوع يوم قال لي أحمد جاني مقطع وموترك كأنه بالمقطع، يعني حتى هو ما كان متأكد بس أنه وصل للرسالة، جاني هذا المقطع. شوفوا هذا المقطع اللي أتاني. أيوة أنا يوم شفت السيارة مع الجنب وشفت الرفرف قلت لا يمكنها مو بسيارتي، وبعدين مظللة كتم قلت لا 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 لا. هل اللوحة ظهرت؟ وفعلا مشيت الفيديو بطيء بطيء، وقفت الصورة هنا 9500. هذه الأرقام بالنسبة لي ما كانت واضحة بالإنجليزي، طالعت بالعربي إلا 9588. دكح هذه سيارتي شلون؟ شو الموضوع؟ قال لي غالبا في الحي الفلاني. والله ما بدي أذكر اسم الحي، أنا أفترض أنه طفل صغير لأنه مستحيل واحد يشارك مقطع بهذا الشكل ويظهر لوحة لسيارة مسروقة، أكيد واحد طفل غير ناضج، مستحيل شخص عاقل يسويها. فقمت رحت للرجال اللي مرسل الفيديو اللي في الخاص اللي في تويتر، وين؟ وين بالضبط هذا؟ وش مصدر الفيديو؟ بعد تقريبا كلام بيني وبينه تبين انه الفيديو هذا من حساب في سناب شات، يعتبر حساب مشهور عند الناس الزحيفة. يقول والله شبعت عدس ورجعت، وهذا خويه يقول ارحب يلا حيه خارج من الشر. قام رد عليه هو يقول البقى الله يحييك، اي والله فقع بطني العدس. انتم فاهمين فقع بطني العدس صح؟ خلاص احنا عرفنا ايش وش ذا الادمي. شوفوا يا جماعة ارجوكم لا يأتينا في بالك يا حبيبي يا عزيزي المتابع انه هذه الطريقة وهذا الاسلوب اللي يسويه الحرامي او السارق هو شيء صح، لا يعجبنكم تصرفه حتى لو قلت عنه زاحف. كلمة زاحف ليست بوصف جيد، زاحف معنى شخص متدهور ذهنيا وعقليا ومجتمعيا. والله الذي رفعها سبع انه دخلت على الحساب وشفت الرجال يصور سنابات بحسابه الخاص، بحسابه الخاص لسيارتي. انا هنا ولعت زي ما انتم شايفين، يصور سناب عادي، الولد طالع عنده سياره جيمس زي ما انتم شايفين، اموره تمام. شوف سيارتي عادي طالع فيها ويتمشى واموره تمام، ويصور ويقول امطرت، انسان عايش حياه طبيعيه ما كانه سرق سياره. برضه يصور خويه عادي، واحد من متابعينه يقول له هلا فلان وين الغيبه، قال ارحبوا والله اشغال وكذا. حشني موت الله يجعلك تموت. ايوه هنا في تذكرة طيران، يعني الرجال راح استقبل خويه من المطار بسيارتي. اعرف انا اعرف سيارتي انه هذه مكسورة. انا كنت اسبوع مؤمن بقضاء الله وقدره، وهذا الشيء مخليني هادي، لانه في احقر من انه واحد يسرق منك سيارة هي تعتبر ملكك الخاص انت تعبان عليها ويصور فيها سناب بكل برودة. اقسم بالله شيء يقهر، اقسم بالله شيء يرفع الضغط. طبعا كان عندي موعد تصوير مع ابو نوح، قلت ابو نوح معلش انا ما حقدر اصور معك، انا جيت بصور معك حكم بالي في السيارة. فقال لي ابو نوح عذرك معك. كلمت ابراهيم العمري ودق علي زياد وانا في الطريق، قلت له انا بروح دحين مكان الشخص اللي يصور فيه سنابات وبنروح نشوف مكان السياره وين، هل ممكن نلقاها او لا. قام قال لي زياد بيجي معكم. طبعا انا استاجرت سياره ومريت ابراهيم العمري من الفيلا حقتنا واخذت زياد معانا، ورحنا وين؟ لاحد الاحياء في شرق الرياض. طب ليش رحت شرق الرياض يا احمد؟ لاني يوم سالت نفس الشخص هذا اللي ارسل لي سنابات الرجال الحرامي قال هذا في الغالب في شرق الرياض، واحده من الاحياء. نزل هذه السنابة، اوكي عرفنا هذا المكان، رحنا له مباشرة على طول، رحنا ذا المكان ندور يمكن نطيح فيه. وقلنا سارق السيارة صور واحد من اخويا الاخ الفاضل معطيك التحية، طب ما تخاف انه خويك مثلا يتورط في الموضوع. فبعد ما نزل هذه السنابة الاخيرة حقت خويه يا اخوان استمرنا في البحث، تقريبا بدأنا نيأس شوية يا اخوان. يمكن تقريبا بعد 3 ساعات بحث نزل سنابة جديدة وبسيارتي ومعاه شلة زحفنج. هل هو ابو فلان اللي في السنابة اللي ورا كان يسوق؟ لانه كأنه لابس نفس الثوب، شوف حاط يده على ماذا اي، وهذا يرقص يرقص السمك اي، وهذا جالسني على جنب، والثاني اي زحفين ها اول عيال فلين امها. من اعطاكم الحق في سيارتي؟ من اعطاك الحق تسرقها وتصور فيها سناب وتجيب اخوياك وتفلن امها؟ سيارتي معقول اللي اشوفه
والله ماني مصدق. فجلست نفر في نفس الشارع اللي صور فيه، رايحين جايين انا وزياد وابراهيم، رايحين جايين، ولكن كان المجهود على الفاضي. يعني واحد يصور سناب وماشي في الشوارع مستحيل تصيده. ما كنا فاقدين الامل، قلنا حنلقاه، ولكن هو ما هو راضي يخلينا، يعني ينزل سنابه جديده، ينزل سنابه كذا صوره مشغل اغنيه وانه هو واقف في مكان ما، هل هو بيت، هل هو استراحه، الله العالم. اعطانا امل انه هو لساعه في الجوار. استمرينا في البحث، بعدين نزل سنابه جديده يا جماعه الخير، شوفوا يا جماعه كيف يصور بطريقه غريبه. شوف يوريك انه هو ماشي في الشارع الفلاني ويصور وفي يده دخان، يثبت لك انه هو يعني هو كانه يعرف انه حنا ندور عليه، عادي وعايش حياته، يصور في السياره يمين يسار. فصرنا على هذا الحال يا اخوان، نروح للشارع اللي يصور فيه وما يطلع موجود، ونفقد الامل ونزعل ونجلس محبطين، ويرجع يصور وهكذا. جلسنا في هذه الدوامه ما خلصت. رحت عند شباب جالسين في حديقه في شرق الرياض، فقلت لهم يا جماعه تعرفون هذا الرجل؟ وريتهم سنابه، تعرفونه. طفشنا كل شويه من شارع لشارع وحنا في الحديقه الا شوف سيارتي في الشارع الثاني. ولد هذه مكان سيارتي. اي والله سودا. الله لا يحطكم في ذا الموقف، شيء يجيب لك القهر. ألا يستحق العقاب هذا؟ ألا يستحق الجزاء يا أخوان؟ لما أنا رحت أسأل الناس عن سنابات الرجال وكذا، خذيت رقم واحد برضو من المتابعين، فقلت له لو عرفت اسم هذا الرجل وين يسكن علمني. بعد 3-4 أيام يكلمني الرجل الفاضل هذا ويقول لي اسمه عمره ما بين 18 و20، يسكن. إذا أنا أعرف من أنت وأعرف وش تمثل وأعرف اللي جوا مخك وأعرف كيف تفكر. علمنا الدوريات يا أخوان بعدها تقريبا، ويوم درى إنه في تعميم على السيارة وإنه الدوريات بدأت تبحث عن السيارة في ذلك الحي، حذف جميع السنابات اللي فيها سيارتي فقط، وعاد إلى حياته الطبيعية في اليوم التالي. يوم ماسكين يدي بعض يا أخي، الله يحرمكم من الجنة يا رب. بعد سرقة السيارة دقيت على صديقي المحامي، السلام عليكم، ايش اللي راح يحصل للسارق حين يتم القبض عليه؟ قال لي حيصير امران، وما يهمك انت واحد يا احمد اللي هو الحق العام. اذا ثبتت ادانته في الحكم العام وثبت انه هو السارق، تسوي دعوة خاصة ضد الجاني هذا وتطلب انت الطلبات اللي تشوفها. جلست ابحث عن السيارة ورحت التشاليح، سألت شفت يمين يسار. هل سواء تبغى تعزيره بالسجن؟ كم اقدر اطلب؟ الى كم مثلا؟ إذا مثلا قيمة سيارتي الخبرة فات عليك إعلان ب 20,000 ألف مشوار واحد. إيه لا والله أنا عندي 5 مشاوير، خلاص أقدرها ب 100,000 كهيئة خبرة. كذلك رحت المعارض دورت على السيارة، لو قررت إني ما أبغى تعويض مالي، أبغى ينسجن، كم مدة السجن؟ طرق السيارة هو من فين؟ من داخل الجراج ولا من برا في الشارع؟ لا في المواقف برا. لو داخل الجراج كان فيها قطع يد لأنه أخذ حرز. يومين قال لي قص يد، قسم بالله أنا دخت. عرفت؟ ايوه. ومن المواقف؟ لا ما توصل للقطع اليد، بس انت تطلب سجنه لمده 6 أشهر 7 أشهر والشيخ يعزره، انت تطلب تعزيره بالسجن. يا ويلك. والله جايبينك يا شيخ باذن الله. بعد تقريبا كذلك 3-4 ايام ثانيه يرسل لي واحد من المتابعين صغير كذا، قال لي احمد هذه سيارتك، يصور لي سنابات، يصور السياره يمين يسار، واضغط عليها وتابع الا والله سيارتي هذه وينك بالضبط؟ قال لي احنا في الحي الفلاني. والله يا اخوان وما صدق خبر، وطق على طول مشوار على هناك واوصل واحصل السياره. والله سيارتي، اي والله هي. اقطع ابليس، اوكي من هذه الجهه ممتازه، فك الرفرف شايفين، اوكي من هنا حالتها تمام. شكله صادم فيها. ايش سوى ذا؟ مضللها كتم سياره ابوه وفك الرفرف اللي ورا. وش ذا؟ بس لقيناها.
انا افترض اني اكون مبسوط والله الحمد لله اني لقيتها، بس ما ادري قهرني انه صدمها، احس انه صدمها كذا اذيه. الله لا يوفقه يا شيخ. كان عندي 70 80% رغبه اني اشتري سياره جديده حتى لو لقيت سياره، بس يوم شفتها حنيت لها والله، قلت والله وانا اشتري سياره لا كنسل، مو بالان وقتها. الان راح ادق على الادله الجنائيه، يجون بياخذون بصمات من السياره. ضروري هذه الخطوه، ضروري والله، واضح هذا ما عنده لا ذم ولا ضمير، شرطنا على اللوحات انه خلاص يعني ما اهتم. جو الادله الجنائيه خذوا بصمات كل الاشخاص اللي ساقوا السياره، يعني الراكب والسائق وكل شيء. البصمات موجوده، البصمات موجوده. يا جماعه هذا الرجل الفاضل حلو، هو اللي قال لي انه انا حصلت السياره. طيب متى هي السياره هنا؟ السياره كانت واقفه يعني اسبوعين كذا. وبالله عندك بلاي ستيشن 5؟ ما عند فور، بس خلني اضيفك سناب وابشر والله اللي يضبطكم الحين، والله لا اضبطكم بحلى. ها والله جد، والله عندك بلاي ستيشن 5؟ كم السعر؟ السعر 2000 ريال. طيب اعطني فيفا. تمام الله يعطيك العافيه. زي ما وفيت بوعدي جبت لكم بلاي ستيشن. مبروك. سلام. شكرا الله يعطيك العافيه حبيبي حبيبي. يلا السانسون، يلا الله يعافيك. الله يعافيك يا حبيبي، خذ امسكوا مع بعض ان شاء الله. تعال تعال باقي. ها تلعب فيفا انت؟ تلعب فيفا؟ والله جايب لك فيفا جديده برضو. 24 فيفا. يلا هات جاك بلاي ستيشن وذا. يلا موفقين، الله يستر عليكم. يلا روحوا فوق وشبكوه فوق يا رب. امين يا رب. شكرا، مع السلامه. سلمت السياره في حاله رثه، فرحان وزعلان في نفس الوقت، عامل السياره انها حقت ابوه. ما اعرف ليش شايل الفرشات يا معتوه، ليش شايل الفرشات؟ نفسي اعرف. هذا حمضيات السارق. ايش تبغى بالزراديه يا معتوه؟ 100 ريال تعتبر حلال لي؟ 100 ريال؟ 100 ريال من الحرامي اخذها تعتبر حلال لي ولا ايش بالضبط؟ والله لا اخذها والله. سارق سيارتي اخضر، ما اعرف مين يشرب براند تفاح اخضر، بس مع احترامي الشديد للكل يعني. ولاعه، ناسي مفتاح. هلا والله. مفتاح بيت، هذا ريالين وشريحه اس تي سي. هذا الرماد حق الدخان كانوا يدخلون هنا الزحيفه، فاك ام التكايه حقت الراس كلها فاكها، قالب ام دليل على انه الحرامي زاحف. ريحة الدخان للآن ما فرقت السيارة، عفن، حاط أغراضه، الرجال كان ناوي يكشط وحاط فرشة ورا، سيارة أبوك، سيارة أبوك، حط لي فرشة، عايش، الرجال عايش إن سيارته وحتجلس معاه لأطول مدة ممكن. هو فتش هنا ما لقى شيء، كان يدور على شيء ثمين، بس خلاص تقريبا احنا تعرفنا على هوية الحرامي وعلى شكله وعلى وش اللي يفكر فيه، والله ما خليك ها، شوف والله، والله العظيم، مش انتقام، الحمد لله ترى الله منعم علينا وموفقنا ورزقنا، هذا إن كان أنت سرقت قبل كذا وراح سرق، هنا النقطة اللي راح توقفك عند حدك، والله لا أعلمك درس، والله لا أربيك، وفي المستقبل إذا كان رجع لك عقلك حتشكرني، تمام؟ والله ما تروح. الأدلة الجنائية أخذوا كل بصمات اللي في السيارة، حتى اللي معاك بتجيبهم، الزحفنج، عشان تفكر صح المرة الثانية لما تعرفون إنه في سيارة مسروقة، أنت ما تورط نفسك فيها، حتى الأشخاص اللي ركبوا مع الحرامي. يلا عموما خلينا الحين نوديها المغسلة وننفضها. سوي غسيل، شيل كل شيء. نظف، شيل هذا اي شيء، شيل برا. انا بفضلكم شريتها بعد الله عز وجل، بعد الله عز وجل، وبفضل الله عز وجل لقيتها. الله يسعدكم يخليكم ويطول لي بعماركم ويرزقكم ويحقق لكم كل امانيكم. الشيء الغريب يا اخوان، حرامي هذا من اغرب الناس اللي شفتهم في حياتي. هذا الرجل كل يوم يصور سياره جديده، انا ادخل على سناب اليوم وتابع كل شوي يصور، مره كامري، مره كابرس، مره لومينا، مره جيمس، مره مرسيدس، مره مازدا يا حقتي. غريب، كل شوي يصور سياره جديده، وضعه غريب صراحه. ولكن انا ما اقول الا شيء واحد، أسأل الله العظيم إن ربي ما يبتلي عبده إنه يصل إلى هذه المرحلة من عدم المبالاة، وهذه المرحلة من عدم تقدير العواقب. واضح هذا الإنسان ما عنده شيء في حياته، ما عنده شخصية، ما عنده طموح، ما عنده أمل، ما عنده إنجاز، ما عنده حلم. واضح إن إنسان فارغ من جوا، من هنا وفارغ من هنا. ولا ما في إنسان عاقل يا أخوان يسرق سيارة ويصور فيها سناب ويحط اللوحة حقت السيارة تباهيا بسرقته للسيارة؟ والله ما يسويها إنسان عاقل يا أخوان، والله العظيم إنه فارغ. وأسأل الله له الهداية. الإنسان عنده 4 ملكات، الأولى عنده الوعي الذاتي. أنا مثلا ما أحب الموية، بس أنا أقدر أفصل نفسي عن ذاتي، طيب وأبدأ أفكر أقول أوكي أنا ما أحب الموية بس الموية مفيدة. فأنت عندك القدرة إنك تفصل نفسك عن ذاتك وتبدأ تراقبها، تعاملها على إنها إنه مو أنت.
عندك القدرة هذه، هذه موجودة فيك، ربي أعطاك إياها، وهذا الشيء اللي يميزك عن الحيوانات. النقطة الثانية عندك الضمير، كل الناس عندهم ضمائر، من أفضلهم إلى أسوأهم، يعرفون يميزون ما بين الصح والخطأ. الملكة الثالثة إنه عنده خيال، يقدر يتخيل الإنسان مكانته، إيش الاحتمالات اللي راح ممكن تصير له، هذا شيء في مخك، هذه موجودة عندك أنت كإنسان. آخر شيء عندك الإرادة المستقلة، وهو قدرتك على التصرف خارج إطار المؤثرات، والمؤثرات وش هي؟ ثلاث: البيئة، الجينات، هذا الحاجتين يكون لها تأثير ضعيف مقابل الشيء الثالث، قدرتك على التحكم بالأشياء التي تستطيع التحكم بها. بمعنى الحرامي لو فصل وعيه عن ذاته، طيب كان قال دي مي بسيارتي، كان جالس يسوي شيء خطأ، لو كان عنده ضمير كان يعرف انه تصرفه خطأ، يقدر يتخيل نفسه بسبب الفعل هذه ممكن يكون في مكان أسوأ في المستقبل، ممكن يكون في السجن، ممكن يكون في الشارع، ممكن يكون بلا حياة، يضيع مستقبله. هو ممكن يحب يسرق ولكن عنده إرادة مستقلة، يقدر يمنع نفسه من هذا الشيء، يمكن هو عنده حب لهذا الشيء، ممكن أدمنه، ممكن سيطر عليه. يعني حتى لو مثلا تربى في بيئة سيئة أو ما وجد أبوين يربوه بالطريقة السليمة، أو حتى جيناته ما كانت جينات مرة، خلينا نقول أنه إنسان ما عنده التفكير التحليلي أو عنده الذكاء، ولكن عنده إرادة، هذا اللي يقدر يتحكم فيه. وهذه الأشياء الله أعطانا إياها حتى يميزنا فيها عن الحيوانات أو عن باقي المخلوقات. فإذا إذا ما مشيت على أربع ملكات اللي قلت لكم إياها، فحتطلع زي الحرام، لا ضمير، لا وعي ذاتي، لا خيال، ولا قدرة على التصرف، ولا إرادة مستقلة. شوفوا كيف الإنسان يوصل إذا ما عاد صار يمشي على ملكات الأربعة. أنت عندك إرادة مستقلة أن تكون إنسان كويس أو تكون أشبه بالحيوانات، عزكم الله. لا لازم تتعلم، هتعلم والله، مو عشاني أنا ترى ما يهمني وضعك، وأنت ما يهمك وضعي صح، لكن أنا يهمني التصرفات هذه تنال على جزاها. شكرا لكم على المتابعة، نراكم إن شاء الله في المقاطع القادمة. السلام عليكم، في أمان الله.